للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول الأستاذ حسن النيفي الباحث السياسي السوري. أهلا بكم أستاذ حسن إلى هذه الجولة الإخبارية. يعني كشفت السلطات الإيرانية عن بدء تنفيذها للسكة الحديدية التي تربط إيران بسوريا عبر الأراضي العراقية، يعني كيف ترى هذا المشروع في ضوء سعي إيراني للتوسع في الشرق الأوسط؟ تحية لكم وللسادة المشاهدين. أهلا بكم. لعلنا لا نستغرب مثل هذا الإجراء إذا سلمنا بالحقيقة القائلة إن العلاقة بين إيران وبين نظام الأسد لم تعد مجرد علاقة رسمية أو علاقة عادية ذات طابع سياسي أو اقتصادي، بل الأصح أننا نقول هي علاقة عضوية، أي أن إيران في الأصل تتطلع دائما لأن تكون سوريا هي المجال الحيوي لها لتتمدد من خلالها نحو المنطقة. وانطلاقا من هذه الرغبة أو من هذه الاستراتيجية الإيرانية، لقد بدأت إيران بالعمل على هذا المشروع منذ سنين طويلة. يعني هذه المشاريع، مشاريع التمدد والتوغل على الأرض السورية، لم تكن هي حديثة العهد، وإنما بدأت منذ زمن بعيد وعلى عدة أنساق، سواء على النسق الاقتصادي أو النسق الاجتماعي أو على النسق السياسي. الآن ربما باتت تدرك إيران وأمام الضيق أو أمام العقوبات الدولية المحتملة عليها، بدأت تخطط بشكل جدي لأن تكون هذا المثلث، يعني سوريا، إيران، حزب الله، هذا المثلث يجب أن يكون مترابطا متينا. الآن مع المراقبة الأمريكية الشديدة لقطع الجسر الواصل والإمدادات بين إيران وبين حزب الله عبر المعابر الرسمية السورية، إيران اليوم تحاول أن تجد مخرجا في تأكيد منها لرغبتها على دعم ذراعها في لبنان حزب الله، فقامت بإنشاء هذه السكة الحديدية التي تربط أو تمتد من الحدود العراقية الإيرانية وحتى مدينة اللاذقية، وبهذا يكون قد أمنت كافة الإمدادات لذراعها حزب الله في إيران. ما أبعد المكاسب التي تسعى إيران لجنيها من هذا المشروع على كافة الأصعدة برأيك؟ أن إيران مشروعها الاستراتيجي هو الهيمنة على المنطقة والتمدد. انظر يعني أستاذي الكريم، الآن هي موجودة في اليمن، موجودة في لبنان، موجودة في سوريا، وموجودة في العراق. هي تريد الهيمنة على ما أمكن، يعني مشروع الثورة كما تسميه الثورة الإيرانية، أو هو ترجمته الحقيقية الإمبراطورية الفارسية، تريد أن تمهد لها أو أن تؤسس لها في جميع الأقطار. مشروع حزب الله وهو ذراع إيراني موجود في لبنان، هي تحرص على أن يكون هذا الذراع موجود ليقدم لها كافة التبريرات ويؤسس لاستمرار فيما تقوله حول خطاب الممانعة أو الخطاب المقاومة. وجود حزب الله بمحاذاة إسرائيل هو ضروري جدا، تستخدمه كغطاء على أنها هي من تقاوم إسرائيل، هي تقف في وجه الصهيونية. هذا الخطاب هي لا تستطيع أن تحيا بدونه، هو خطاب بالتأكيد خطاب تبريري وخطاب للاعتياش. الحوامل الفكرية الحقيقية للمشروع الإيراني تتغذى من هذا الخطاب، خطاب الممانعة الزائف. نعم، كيف يعني برأيك من الممكن أن توافق واشنطن على إنشاء هذا المشروع؟ يعني هذا المشروع يعني سيزيد من النفوذ الإيراني في المنطقة بشكل كبير جدا. واشنطن كما يبدو وكما تقول بأنها تصارع الوجود الإيراني في المنطقة، خصوصا في سوريا، نتيجة المشاريع التي تقيمها إيران والمنافع التي تريدها إيران. آخر ما أرادته الولايات المتحدة من الحد من التوسع الإيراني هو وضع عقوبات على إيران. إذن كيف ستسمح الولايات المتحدة بوجود هكذا خط يربط بين إيران أو من طهران إلى بيروت بشكل مباشر؟ يعني هذا يجعلنا نعيد النظر في كل المقولات الأمريكية أو الرؤية الأمريكية التي تؤكد بحربها على إيران، وهي هذا الأمر غير صحيح.
يعني دعنا نقول الأمريكان هم من سلموا العراق لإيران، والآن إيران يدها مطلقة وهي التي تدير العراق بقبضه وقبيضه، فكيف يستقيم هذا الأمر؟ يا سيدي، الولايات المتحدة الأمريكية هي في الأصل تستخدم وجود إيران في المنطقة أيضا كذريعة للتدخل ولتواجدها، ولو كانت جادة حقا في محاربة إيران في سوريا لاستطاعت أن ألا تسمح لي 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 لدراجة عادية من إيران أن تدخل إلى سوريا. هي لو أرادت أن تقطع جذور إيران من سوريا لما تمسكت ببشار الأسد. يعني الجميع يعلم أننا إذا أردنا أن نقطع جذور إيران من سوريا فلنسقط بشار الأسد، لأن نظام إيران هو مرتبط عضويا بنظام الأسد، والسبيل الوحيد لتجريف الأثر الإيراني من سوريا هو القضاء على هذا النظام المجرم الفاسد. ولكن لا إسرائيل ولا أمريكا جادتان فيما تقولان في محاربة إيران، بل هما تريدان استخدام إيران كذريعة أيضا للتدخل الأمريكي فيه. نعم، الأستاذ حسن النيفي الباحث السياسي السوري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.